قضية إلا طنوس عن بلد الحصانات، الكل عنده حصانة وما حدا بيتحاسب أو بيخضع للمساءلة، لا نايب ولا وزير ولا مدير عام ولا محامي ولا حكيم ولا منتحل صفة وأكيد ولا رئيس بلدية. مثل ما بيكفل الدستور الحصانة للنواب بيكفلها كمان لكل شخص تم انتخابه بما فيهم رئيس البلدية، ولما الفساد بيكون حلقة مترابطة مش معروف وين بتبلش وين بتخلص والبيع هو ذاته الشاري والأموال العامة مش معبية إلا الجيوب، فتشوا عن الفساد بتلاقوه وين ما كان وكمان بتلاقوه بالبلديات. بتحوي جوارير هذا البرنامج على عشرات الملفات على فساد كتير بعدد كبير من البلديات، ولأنه البلدية هي العين الأصغر للعمل السياسي رح نبلش حلقة ورا حلقة نستعرض هالملفات بالوثائق والحقائق والسجلات لحتى تعرفوا أكتر بكتير من اللي صرنا مستعرضينه عن الوزراء والنواب بالبلد. بالتقرير اللي رح تحضروه هلا قضايا فساد مالية متهم فيها رئيس بلدية الحدد جورج عون، والقضية اليوم بالقضاء الرئيس بيتمتع بحصانة والمدعي العام المالي بعده ناطر محافظ جبل لبنان لحتى يعطي الإذن بالملاحقة. رئيس البلدية الرئيس جورج عون الليلة ضيفنا لحتى يرد على هيدي الاتهامات وعلى الشكاوى يلي مقدمها عضو بلدية الحدد رجاء أبي اللمع أو رجاء لمع ضده بجرم تزوير واختلاس أموال عامة. كيف رح يرد؟ خلينا نتابع التقرير ونرجع نستقبله معنا. يلي بيمرق بشوارع بلدة الحدد وبيشوف الشعارات والوعود والأشغال والحفريات كلها اللي البلدية ملتزمة فيها بيقول يا هيك الشغل يا بلا. ويلي بيتأمل شوي باللوجو اللي اعتمده رئيس البلدية جورج عون لبلدة الحدد بيقول الإصلاح جاي والحق رح يسود. بس اللي بيدقق شوي زيادة بخلفيات هالأعمال وبتكاليفها وبطريقة إنجازها تتشكل عنده علامات استفهام كتيرة عن دور بلدية الحدد ورئيسها. ب7/7/2014 تقدم عضو مجلس بلدية الحدد روجيه لمع بشكوى لدى النيابة العامة المالية التمييزية ببيروت ضد رئيس بلدية الحدد جورج عون بتهمة اختلاس أموال عامة وتزوير. ما نعرف شو طبيعتها نظراً لأنها بعهدة القضاء وممنوع البحث بتفاصيلها. بس اللي كشف عنا هو منه خصم الرئيس سياسياً ولا عنده خلفية لاغتياله إعلامياً. فعضو البلدية روجيه لمع إجا مع جورج على المجلس البلدي سوا واتنيناتهم على لائحة تكتل التغيير والإصلاح واتنيناتهم محسوبين على الجنرال. نحن جينا مجلس بلدي تحت شمسية العونيين تحت خطة إصلاحية نحارب الفساد ونكافح. فنتيجة ممارستي لهالمهمة يلي أنا انتدبت حالي لإلها ودفاعاً عن حقوق الضيعة وعن أموال الضيعة توصلنا حتى نتشكى على رئيس البلدية بجرم اختلاس أموال عامة وتزوير. فمعقول يكون كل هالتعب هو واجهة بتخبي صفقات وهدر وفساد؟ بلش الفساد يظهر بوضوح ب6/6/2011 اتخذ قرار بتحويل 16 ألف متر من التصنيف الصناعي إلى التصنيف السكني. 6 حزيران 2011 بجلسة للمجلس البلدي بالحدد تم إقرار نقل عقارين من التصنيف الصناعي للتصنيف السكني، وفي هون علامات استفهام حول خلفيات النقل، يعني خلفيات هذا القرار. الجلسة رئيس البلدية عرض البند الثاني من جدول الأعمال خاصة بتحويل عقارات من رقم 3760 عقار 499 مقابل هبة تقدر للمجلس البلدي ب 200,000 دولار. وقتها اعترض كل من عضو المجلس البلدي صلاح أسمر وعضو مجلس البلدي رجيه لمع. نعم. سجلوا اعتراضهم بكتاب خطي طلبوا فيه لحجز كتير. فمن هون بلشت المشاكل وتبين بعدين بالممارسة إنه الفساد عم بزيد. الهبة كانت معروضة على المجلس البلدي لقاء هذا القرار ما كانت حسب نص الاعتراض إنه ما بتبلغ 200,000 دولار بل تبلغ 2,000,000 دولار. تم عرضها من قبل الوسيط اللي كان عم يشتغل بين شركة تكنولوجيا لبنان ومالكة العقار، يعني هي مالكة العقار وبين البلدية. بتذكر الزميلة هديل فرفور بمقالة بجريدة الأخبار إنه شركة تكنولوجي ليبان اللي تملكت عقار من هالعقارين كان بيملك القسم الأكبر منها قبل آبل 2011 مارك جورج دوشادروفيان شقيق المسؤول عن العلاقات الخارجية بالتيار الوطني الحر لترجع تنباع بآبل 2011 لحبيب كسرواني، وهو بحسب المقال شريك رئيس البلدية جورج عون وشريك الحلقة النافذة بالمنطقة يعني حكمة ديب وألا عون. ب7/7/2014 تقدمنا بشكوى شخصية للنيابة العامة المالية بتتضمن جرائم
بتثبت الاختلاس والتزوير. نتيجة الشكوى هيدي النيابة العامة المالية بتكلف خبير بالتحقيق ب 29/5/2015 بعد 4 أشهر أصدر التقرير تبعه. المصادر بتشير إلى أنه الخبير المالي المكلف داني شبلي طلب الاستماع إلى عدد كبير من الموظفين والشهود، وأنه الرئيس عون خضع للتحقيق عدة مرات بجرم اختلاس أموال عامة تقدر ب 600 مليون ليرة، أي ما يقارب 10% من قيمة الموازنة السنوية لبلدية الحدد. ب 2/6 بعد 3 أيام بيصدر النائب العام المالي قرار بيطلب فيه إذن ملاحقة برئيس البلدية جورج عون لوجود شبهة بارتكابه جرم جزائي. لحد اليوم بعد ما في موافقة من السلطة الإدارية من المحافظ. يعني إذا بدنا نجي نحلل الأمور بنقول المحافظ عم بيعمل تعطيل للعدالة. لكن الشكوى لدى النيابة العامة المالية بعد وقفة، وطلب ملاحقة رئيس البلدية للاشتباه فيه بالتزوير واختلاس الأموال العامة بعد واقف لحين إصدار المحافظ الإذن بالتنفيذ. والرئيس جورج عون لما سألته الزميلة هديل فرفور عن حقيقة التحقيق معه أكد أنه موقعه بيحميه من المساءلة، وأنه القضية بحاجة لعشرة أيام كحد أقصى وبتكون منتهية. إذا بدنا نقول أنه حدا عم يقول أنا رئيس بلدي ولا أخضع للمساءلة، أكيد بده يكون بمكان ما شاعر بحاجة بالأمان بمكان ما وراء سند معين. اتصلنا بمحافظ جبل لبنان الدكتور فؤاد فليفل تنراجع بالقضية ونتأكد ليش لتاريخ اليوم ما عطى الإذن بتنفيذ الملاحقة. بعتنا كتاب للنيابة العامة المالية ونعطين جوابهم، كنت ياخذ موافقة وزير الداخلية لحتى أعطيك كافة المعلومات. أكثر من هيك، أنا تقدمت بكتاب لمعالي وزير الداخلية عم نستعلم وين صار الإذن. من وقتها لهلأ أنا براجع فيه كل جمعة بوزارة الداخلية، بيقولوا لي بعدنا قيد المعالجة، في علاقات مميزة بتربطوا بفخامة رئيس الجمهورية قبل، في قرار طلع من المجلس البلدي بمساعدة مالية لحديقة القصر الجمهوري بقيمة 10 ملايين. يعني أنا أول شيء القصر الجمهوري بيوقع عكرياً ببلدية بعبدة، وبلدية الحدد تتساعد جنينة القصر الجمهوري في نقطة استفهام. يعني بعدين سمعنا وعرفنا أنه في مساعدات لجمعية اسمها يدنا، كان شخص جورج عون عم بيهتم فيها، هي الجمعية التابعة للسيدة وفاء سليمان. صحيح، في علاقة مميزة بتربط رئيس بلدية مع رئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر. أما الرئيس جورج عون فهيك كان جوابه إلنا عند المراجعة. هاي بدعوة افترى وانتهت، إنه موضوع انتهى ما بيهمني أحكي فيه. في فوقية بالتعاطي، في أحادية يمنع السؤال، يمنع المحاسبة، وبالتالي أي إصلاح بصير بلا مساءلة وبلا محاسبة ما بيكون إصلاح. مستغرب أنه مثلا الجنرال هلأ عم بيطالب بمحكمة مالية لمحاكمة لجرائم المالية، ورئيس بلدية محسوب عليه بيرفض الامتثال لقرار القضاء. رح استقبل معي استاذ روجيه لمع، كان مفروض يكون رئيس البلدية استاذ جورج عون معنا، يحو موجود معنا بالاستوديو، ولكن رافض رفضا قاطعا انه يطلع مع استاذ روجيه على الطاولة نفسها، مع انه نحن من قبل الحلقة كان قايلنا انه مثل ما بتشوفه مناسب، وكان له الحق اكيد انه يطلع على الهواء. ما بعرف يعني في 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 شيء غير اللي اتفقنا عليه. رح اسالك كم سؤال لنرجع يعني ناخذ رايه، وبترجع بتكون معنا انت عبر التليفون استاذ روجيه. فينا نلخص انا وياك النقاط يلي حضرتك تشكيت فيها بشكل سريع، على شو استندت يعني بشكوى؟ عم تقول 6 جرائم اختلاس، على شو استندت؟ استاذ جو، نحن انك تستند بشكوى بده يكون في عندك مستندات ووثائق. هالمستندات والوثائق بتثبت ارتكاب جرم جزائي، اختلاس وسرقة لتزوير مال عام. لو ما تأكدنا من انه هالمستندات والوثائق دامغة، بس ما كنا دامغ ما كنا ما كنا ما فينا نحكي بتفاصيل الشكوى، بس ما كنا فينا نتشكى لو ما تأكدنا من صحة هلا بالتحقيقات. بعدين وقت اللي اجى الخبير، النيابة العامة المالية كلفت خبير حقق لمدة 4 أشهر، نتيجة التحقيق طلع قرار من النيابة العامة المالية بيأكد على او بيعلن عن وجود شبهة بارتكاب رئيس البلدية لجرائم جزائية. فمن هون أنا لو ما كانت المستندات دامغة والوثائق مؤكدة ما كان طلع هيدا القرار. الغريب بالموضوع اليوم أستاذ روجيه، أنت ورئيس البلدية محسوبين على نفس التيار السياسي، على التيار الوطني الحر، وجيتوا اثنيناتكم مدعومين من التيار الوطني الحر، الرئيس وحضرتك. صحيح. شوف الإصلاح الحددي كان إصلاح مزور، كان إصلاح فاشل.
نحن جينا تحت شمسية عونية تنعمل إصلاح حقيقي. تبين إنه الإصلاح شغلة مش موجودة بالسياسة اللي عم نتبعها بالبلدية. تبين في جرائم مثل ما كنا عم نقول سرقة واختلاس وتزوير، ومن هون كانت الانتفاضة تبعي واللي تشكيت فيها بشكوى رسمية عند النائب العام. العماد ميشيل عون اليوم شو عم بيقول عن هذا الموضوع؟ أنا اللي بعرفه العماد ميشيل عون بالنهج تبعه الإصلاحي اللي نحن حبينا هذا النهج، لأنه أنا بعتبر كل حدا إصلاحي هو عوني، بعتبر أنه بالنهج تبعه ما عم بيطبق بالحدد، بالحدد في نقمة على هالسياسة اللي عم بيتبعها مجلس بلدية الحدد، وبالتالي ما فهمت الرئيس مفضل عند العماد عون على 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 الأعضاء البلدية. هلا هيدا موضوع بيرجع للجنرال برد عنه، أنا ما بقدر أحدد قديش هو مفضل. هل تيناتكم لجأتوا للتيار لما وقعت المشكلة بالبداية؟ أنا ماني منتسب للتيار الوطني الحر، أنا بالمرحلة الأخرانية نحن كنا مع النهج الإصلاحي تبع والتغيير يلي عم بيمارسه العماد عون، وجينا ضمن تحت هالشمسية. طيب فيك تعطيني كم نقطة بس اللي حكيت عنهم إنه في اختلاس وفساد بدون ما أفوت بتفاصيلهم؟ اختلاس هن متعهدين قبضوا مصاري أكثر مطالع من البلدية في مشاريع وحفلات مصاريت تم اختلاس المبالغ كلها، بالإضافة لمشاريع وهمية ما كانت عم بتصير. كل هودي تبين نتيجة التحقيقات أكيد، وأنا كنت موجود وكنت عم شارك بالتحقيق بالجلسات الخبرة، إنه في اختلاس وفي تزوير للمال العام، وهودي نعم. هودي مال أهل الحدد. نعم. النتيجة أنا مؤتمن كعضو بلدية إني يكون عم دافع عن مال الحدد. واليوم اللي عم تطالب فيه حضرتك رفع الحصانة على الرئيس ليقدر يستمع. أنا مش عم طالب رفع حصانة. بس خليني تما يقولوا إنه معطيني حق الرد وعطيني وقت. أكيد. وأنا أول شيء بدي أتشكر رحابة صدرك رح ترجع تكون معنا على التليفون، بس بدي أطلب منك تنسحب لحتى يقعد الرئيس لأسأله هيدا الأسئلة. في بعد نقطة كتير مهمة بشكل سريع بحب إني أوضحها إذا بتريد. اليوم الأمر أو الإذن بالملاحقة صادر من النيابة العامة المالية. النيابة العامة المالية ما بتصدر قرار من دون أساس. لا قلت لي إياها بالبداية وقلت لي عملوا بس خليني قاعد أوضح هالنقطة إذا بتريد. المحافظ كسلطة إدارية واجباته ينفذ طلب. نعم هلا بنوضحها أنت ومعنا إذا بتريد، لأنه عدم تطبيق باقي معنا يا أستاذ يخي على راسي، بس نقطة صغيرة، عدم تطبيق الأمر اللي صادر مني هو تعطيل للعدالة. نعم خلينا نعطي بدنا نعطي قد ما أعطيناك، خليك رح ضل معنا بس تفضل مع فريق العمل ولا بتكون معنا عبر الهاتف. أستاذ جورج تفضل. يعني عن جد بنعتذر من المشاهدين، هي أول مرة بتصير هذه الطريقة عبر حكي جالس، بس أستاذ جورج خرب لنا كل اللي كنا محضرينه يعني. ولكن هناك يعني اليوم في مواجهة ليعرف الرأي العام يعني لحتى يرد على الأشياء اللي مدعي عليها أستاذ روجي. أنا ما خربت لك يا أستاذ جو، بس كرامتي ما بتسمح لي. لا ما نحن كلنا متساويين بالكرامة بالنهاية وكلنا متساويين مع بعضنا. عم بيحكي عن الفساد هذا الصغير. نحن لا انا بتمنى منك ما تستغيبوا وما تهينوا وما هينك. هو ما هينك. هو راح القضاء متشكى، هو ما عم يتهمك بالسرقة استاذ عون، هو ما عم يتهمك بس هو ما عم يتهمك بالسرقة بدون ما يعمل شكوى. يا استاذ جو خلينا نحكي بالتفاصيل. صار لك يومين بتحط له لانسمون عندك، ما عم حط له من اول يوم حكينا معك رئيس، من اول يوم حكينا معك فساد ما بعرف شو عم بتورجوا تراكتورات رئيس، من اول يوم حكينا معكم بس ما خليته اسلوب ما تبعتوه لحتى تحاولوا تاجروا وتقولوا الحلقة. تفضل مش رح تخليني احكي، اذا بدك تخليني احكي خليني في الكاميرا. تفضل. بيّن الفساد معنا بالمجلس البلدي من أول 5-6 أشهر، بيّن حقيقته، مشروع رايح مشروع جاي كله بده يقرض عملة. من هون بزقوا المجلس البلدي، نحن مجلس بلدي مؤلف من 18 عضو. هون أنا بدي مدين للحداتيين باعتذار كيف وضتوا معي على اللايحة وكيف طلبت من الحداتيين يصوتوا له، كيف حطيته مع هاللايحة مع المجلس البلدي اللي مؤلف من 18 عضو كلهم محامين ومهندسين وأطباء واساتذة الجامعة. بقى هون انا مرقت اعتذاري من الحداتيين. اثنين، هذا كله الاكاذيب اللي عم بيقولون، هذا اللي هو كذب كبير ومصدق حاله. بس القضاء عم بيقول انه في شو، خليني كفير رح نوصل على القضاء. القضاء ليش انت انطرت القضاء ليفوز كلمته؟ ما عم يدفعوا عنك مش صحيح ابدا، مش صحيح. هو مقدم ب6-7 اكاذيب على القضاء. اجى عينت النيابة العامة المالية خبير، اجى على البلدية على مدى 4.5 أشهر، وقلت له البلدية كلها بخدمتك، كل جلسة يعملها 4-5 ساعات، شاف كل الملفات، صور البدوية وقدم للنيابة العامة. نعم. هلأ النيابة العامة شاف في ملف من هال6-7 ملفات اللي هو كان عامل الفخ فيه، هو اللي كتبه، هو اللي عمله، هو اللي نفذه،
بطريقه غير. ليه ما دعيت عليه اذا هو ما لا يخلص القضاء لا يلفظ لا يلفظ انت من جمعتين لا دغري هي ما لها خليك معي شوي سيجو انت من جمعتين ثلاثه طلبت مني قلت لك الملف بعده علقان عند القضاء لا ما قلت لنا علقان عند القضاء قلت لنا انتهى الملف قلت لك صار شبه من لا قلت لنا خلص لو خلص كنت قلت لك خلص بس قلت لنا خلص قلت لك ما بعرف انا صار رديت على زميلتنا ورديت حتى على صحفيه جريده الاخبار قلت لك يمكن خلص او بده حدا بيحاسبني معلش عم نحكي الامور مثل ما هي وقلت لنا لا خلص حدا بيحاسبني لانه انا مش متهم ولما قلت لنا خلص الملف انسان ما فيه يتهمني هذا انسان عم يفتري ما تركز عليه ركز لي على القضيه الاساسيه ما نحكي لما حضرتك قلت خلص الملف راجعنا القضاء انا قلت لك صار راجعنا القضاء قال لك كيف خلص الملف ما عندنا اذن لليح وبعد ما استمع له مش صحيح واستمع لي وصار مستمع لي صار مستمع لي مرتين كشاهد لانه انا ما في شيء هلا بده يستمع لك انه عليك شبهه في افتراءات في افتراءات علي انا ما في لا شبهات والملفات النيابه العامه الماليه استمع لك تحديدا نائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اينا. وهلا ليش طالب رفع الحصانه بالشبهه هيدي من 5 اشهر تبع رفع الحصانه عطاه الاذن بس ما هو ليش ما اللي بده اللي بده يعطي الاذن احنا رجعناها ما عطاه الاذن يا اخي طول بالك ليه عم ضيع الراي العام يا اخي مش عم نضيع الراي العام هو اللي بيعطي الاذن بده يكون على اطلاع ولا لا شو بيطلبوا منه يعطوا الاذن لحظه في قضاء في قضاء عم يطلب اذن في شغله وضح له اياها رجع استمع لي كشاهد توضحت الامور عنده هلا شو بده يعمل بعده لهلا طالب اذن لملاحقتك والاستماع لك يا استاذ جو انا ما فيش علي في انا علي افتراء في علي انا مسؤول عن وانا كان وانا مسؤول وانا مسؤول وانا مسؤول على القاضي علي ابراهيم لغايه اللحظه بده يستمع لك استمع لي من 10 ايام هلا بالجديده بالشبهه بالشبهه رحت وتوضحت له القصه هيدي شبهه طيب هو ملف خلينا نحكي هو واقع بالتقرير شفنا ورقه صادره عن المجلس البلدي رح اسالك عنها فيها قرار بمساعده ماديه لجنينه القصر الجمهوري ببعبده خارج نطاق اهالي الحدد عارفين انه مولد بلديتهم لبعبده اكيد عارفين في شيء بالحدد ما بيعرفوه عندنا نحن كارت بلانش من حدد بس ليه بدك تساعد بعبده بنساعد كل الناس احنا ليش الجمعية اللي ست وفاء سليمان هي رئيسة لانه جمعية خيرية وبتساعد الحدثيين وعملنا وعملنا بس ليش ما ساعدنا الحدد ليه ما عملت مشاريع للحدد يعني ليش اهالي الحدد بيدفعوا جنينة بعبدة بحاجة القصر الجمهوري لمصريات بلدية الحدد لا انت عم نحن بنساعد كل الناس والحدد وبنساعد كل الناس اللي بتساعد اولاد الحدد كل الجمعيات الخيرية اللي بدق بابنا بنساعدها نحن ما في حدا ما بنساعده نحن ناس شفافين ما عندنا شيء نعمله مشاريع وهميه يلي ما تنفذت شو بدك فيه هذا اكاذيب مثله شو مشاريع وهميه نحن بلديه تابعه للقوانين نحن بلديه طيب عندنا ساعدنا خليك معي شوي جمعيات بس. خيريه طيب بالعشرات كنايس بالعشرات جوامع وجمعيات مساعدة جمعيات عندي سؤال نحن الجمهوري حديقته بحاجه لبلديه تمولها هي هلا هيدي من 4 سنين نسيت شو هي انا بس ايه ليه؟ شو ساعدني كيف نسيت شو هي هيدا مصاري من البلديه ملف ولا جاي عم تحسبني على مصاري لك ايه ملف القضاء شو بتقلي نسيت ايه شو اذا عملنا مساعده لجنينه القصر بعبده شو بصير بس ما فهمت 10 ملايين دولار هيك يعني قديش بحاجه الحدد 10 ملايين ليره طب 10 ملايين ليره قد ايه بحاجه الحدد الحدد عم نساعدها كثير ومعنا مصاري كثير بحاجه لكل ليره نحن بلديه بنشتغل تحت فوق القانون تحت القانون مش فوق القانون ما عندنا شيء تحت الطاوله نحن عندنا مراقب مالي وخاطرين مراقب خليني اكفي لك وخاضعين لمراقبة في قضاء بدق في مدعي عام مالي شو لك إيه؟ حاطط انه عليك شبهه انطروا ليطلع حكمه مش عم بتخلوه مش مزبوط مين مش عم مين انا مش عم بخلي الكل لا طول بالك شوية تعليش صوتك لا مش صحيح مش صحيح طب عندك الجرأة معلش انت واحد عندك الجرأة تقول على الهواء انه انا جورج عون بطلب الليلة من المحافظ يعطي الإذن بملاحقتي لأمس الأمام القضاء يا خي ما أنا نزلت عند القاضي وعن النيابة العامة جوبني عقد سؤالي إذا طبعاً أكيد لا توجه لمحافظ جبل لبنان محافظ جبل لبنان لو هو في ما هو ما فيه لو هو بدك تبرهن عن عن انك بريء صحيح. تطلب من المحافظ يرفع عنك اذن مش انا بعطيه انا مش انا بعطيه اوامر للمحافظ لشو انا قايل له ما ترفع الحصاني عني هذا بدك تقول له يا الحديث مين 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 هو دخل. بيعرف شغله المحافظ مين متدخل شو بعرفني عم تسالني لا ما حدا متدخل ملف واضح مثل عين الشمس ليه ما بتقول له للمحافظ شو بدي اقول له انا ليش انا ما لي حق اقول له انا لا بقول له لا بقول لي شو الحديث ليه ما بدك تقول له انت هلا انت بتصدق اول الاكاذيب والاشاعات ليه ما بتنزل يستمع لك بعدين انتوا برنامج هودي الناس الصغار نحن برنامج كل الناس على العالم مثل بعضها اذا لا مش صحيح انت موجود معنا مش بتعرفوا تحسوا على الحقيقه واحد بتلاقي بده يفترع على الناس موجود معنا كان يدين بالفايده كان يلعب باروليه دعلي ما بدي ادعي علي انا ما بدي في دعوه ثانيه من حدا ثاني في دعوه ثانيه حدا الناس الصغار اسمعني بس الناس الصغار ما بتفترع على الناس اسمعني بس مشروع مين حدا عليك دعوه من تلفزيون لتلفزيون هذا العيط اللي عم تسمعني اللي عم انت عم تعيط انا عم بدي الحوار انت عم تخلي تطلع في امر لك دعوه ثانيه ما قلت لك اعطي امر قلت لك قل له على
ولا المحافظ يرفع عنك الحصانة. انا بناشد المحافظ في عليك دعوة تانية، في عليك دعوة تانية من غير حدا، من غير استاذ روجيه. المحافظة بموضوع مصلحة موضوع مياه الحدد انحفظت وانضمت له لانه معروف انه هو المفطر الاول والاخير. بس هي انحفظت بمشروع مياه الحدد، انضمت لها وفي دعوة كمان افطروا علي وفي مصاري عم بيقولوا لازم تفوت، عم بتفوت ناقصة. لك هذا حكي لك يا جو انت بتصدق؟ طب هيديك نحن عندنا مراقب وعم نحافظ عليه. دعاوي تشوف، فيش دعوة الا من هذا الانسان. طب انتوا برنامج، انتوا برنامج غير دعوة، هي غير دعوة، انتوا برنامج بتتقصوا على الناس وشاطرين بتتقصوا. شو صار فيها دعوة المي؟ ولك شو صار فيه بتتقص انت؟ شو صار فيها دعوة المي؟ ممكن ضمت لملفه لانه هي ذاتها ما دعوة المي هو الداعي فيها. ايه هو ادعى على مجلس الشورى عنده محل بنص الساحة متعدي على الاملاك العامة، طلع قرار مجلس الشورى بهدمه ام نهدمناه، راح تقدم بدعوى انه هذا للمي ومصلحه المي وكله اكاذيب. يعني كلمه اخيره رئيس، كلمه اخيره، ما عندك مشكل بملاحقتك؟ ابدا ما عندي مشكل. طب قل له للمحافظ. لك يا حبيبي انا ما كيف بدي اقول له للمحافظ؟ طيب طيب شكرا لك، ما يعني ما بعرف فينا وما وصلنا لمحل. انتوا اليوم برنامج بتخصص.